السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حريشات صغار كيطيبوا في الفران، كيجيو رائعين وسهلين في التحضير. الا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقه ما عليكم غير تتابعوا الفيديو، فرجه ممتعه. غادي نحتاجوا في المقادير 500 غرام سميده رقيقه، نص لتر ديال الحليب، كاس صغير ديال الزيت، جوج كيسان صغار ديال السنيده، جوج فاني، شويه ديال الزبيب، هنا اختياري ممكن تستغناو عليه، وممكن كذلك تزيدوا شويه ديال الكركاع يكون مهرمش. وغادي نحتاجوا جوج خميرات حمرين ديال 7 غرام. بالنسبه للطريقه، الحرشات من بعد ما وجدوه كيف ما كتشوفوا كيجيو بهذا الشكل هذا. انا هنا زينتهم بسكر كلاصي وزينتهم بالخطوط ديال الشوكولات المذوب. هنا بالنسبه للزين تيبقى على حسب كل واحد التزيين ديالو، ممكن تزينوهم بالكوك ولا اللوز، يعني دهنوهم بالمربو تزينوهم بالكوك واللوز من الفوق، كذلك ممكن تزينوهم بالشوكولات محكوك. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم، وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما عليكم غير ديروا جيم وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. الى اللقاء والى حلقه مقبله ان شاء الله.